مساء الخير. اليوم بسوي لكم تجربة على المضخة، ضخة الغسيل هذه تشتغل على الشحن. أول شيء أبدأ معكم مواصفات الجهاز. الجهاز يضخ لك 22 لتر بالدقيقة، قوة الجهاز 300 واط، وحجم البطارية 8000 ملي أمبير. طبعا محتويات الجهاز، الجهاز يجيك بالشنطة هذه، يجي معه راسين مدى وانتشار، ويجي معه القطعة هذه اللي يركب عليها الراسين هذولي، والعلبة هذه حقت الصابون، ويجي معها اللي هذا طوله 3 أمتار. طريقة شحن الجهاز من هنا، تضغط هذه تفك الجهاز اللون، من هنا تشبك الشاحن ويجي معه شاحن، تشبك هذا بالفيش تشحن وشحنه 3 ساعات تقريبا. طريقة تركيب الجهاز بالطريقة هذه، من هنا تركب القطعة الأولى وتفرها. طريقة تركيب الرؤوس هذولي، من هنا تضغط هذه تحت، الطريقة هذه خلاص تثبت معك. طريقة تركيب اللي على الجهاز، القطعة البرتقالية هاي تنزل على تحت وتكبس زي كذا، بعدين تبلت خلاص تصير ثابتة معك. طريقة تلفك عكس، تنزل هذه تحت تسحب. عشان تخلي الماء يصل للجهاز، تجيب سطل نفس كذا وتعبيه ماء، تحط به اللي من هنا، خلاص يصير كذا وصل له الماء. الحين ركبت قطعة الانتشار هنا، الطريقة هذه بس تضغط من هنا. وهذه القطعة الثانية، مثل ما تشوفون الماء يصل للباب، والحوش هذا تقريبا طوله 10 أمتار. المضخة تنفع تغسل بها البيت، تغسل بها السيارة بالطريقة هذه. عشان تستخدم حقة الصابون هذه، طريقة تركيبها كذا اللون، خلاص تركب معك كبس مثل طريقة تركيب الرؤوس الثانية. وعشان توصل الكفر من الصابون، تركب القطعة الثانية اللي انت بي، قطعة الانتشار او قطعة المدى، وتوصل الكفر منها. والجهاز بعد ينفع إذا عندك شجر بالبيت أو عند باب الشارع، تقدر توصل به الشجر ولا ترشها بسمك.